الدكتور مروان حباب استشاري أمراض القلب والشرايين والقسطرة التشخيصية والعلاجية، عضو جمعية أطباء القلب الأردنية وعضو جمعية أطباء القلب الأوروبية. انهيت الاختصاص في عام 1985 بعد حصولي على شهادة اختصاص في الأمراض الباطنية وأمراض القلب والشرايين. عملت في وزارة الصحة وكذلك في مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب بالمدينة الطبية. أعمل في عيادتي الخاصة الآن منذ عام 1987 كأخصائي في أمراض القلب والشرايين. أقوم بتشخيص وعلاج أمراض القلب والشرايين مثل أمراض الشرايين التاجية، علاج جلطات القلب أو ما يسمى باحتشاء عضلة القلب، كذلك تشخيص وعلاج هبوط عضلة القلب، ارتفاع الضغط الشرياني، أمراض الصمامات والأمراض الأخرى المتعلقة في أمراض القلب، وذلك في العيادة والمستشفيات. في المستشفيات أقوم بإجراء القسطرة التشخيصية والعلاجية ومتابعتها، وفي المستشفيات كمان نقوم بزراعة الشبكات المختلفة بأنواعها بعد إجراء القسطرة من خلال اليد أو من خلال الساق. كذلك أقوم بزراعة الشبكات المانعة لهجرة جلطات الساقين إلى الرئتين، بالإضافة إلى زراعة شبكات شرايين الكلى.